يبقى الناس اللي عايز دول كلهم يعيشوا الطفل، حتى الكبير في السن والكبيره في السن والغلام والجاريه. ولا مجاريه على اقل من 10 سنين، يعني عايز الواد بتاع ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي ورابعه ابتدائي يعيشوا القران. فاخر اقول لكم حاجه جميله عملتها بناء على الفكره اللي قلناها في الدرس اللي فات، لعلها تنفعكم ان شاء الله في تربيه الاولاد. جيت قلت للاولاد اللي حافظ اللي يقول لي اي كلمه في القران اقولها الف زين، الف زاي، الف وزاي، ورميتها كلمه وخشيت اشوف حالي حضر الدرس دوت. خرجت والله بعد نص ساعه وساعه ماسكين المصحف وعمالين الف زين الف زين، عايزين يجوا الف زين، كلمات الف زين ابدا فيها. بقيت سعيد جدا في منتهى السعاده ان الفكره اللي احنا قلناها صالحه للتطبيق. وبداوا يتحايلوا عليا اقول لهم حرف تاني، لان ده اتحرق خلاص. قلت لهم ازا وازفا واذر، مفيش غيرهم، اصل الماده بتاعتهم بدا بالف ازاي. اتحرقت فعايزين حاجه تانية، قلت لهم الف ب على ما اروح الدرس ارجع لهم. انا كنت شايل هم الله وكيل انه يقعدوا على الكمبيوتر ويعملوا اي حاجه ويضيعوا الوقت، او ينزل وسط البوابه او يتكلم كلمه، هتلاقي نفسك فاتخذ اساليب عشان بس تنجح ان شاء الله بتوفيقي وعوني. اصل حد يتخذ ده بحول ولا قوه، والله لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه. لو واحد لو عيل قال كلمه مش هتعرف تضبط الكلمه لو عملت ايه، لكن هو هي هدايه الله سبحانه وتعالى وناخد من الاسباب. فعايزينهم يعيشوا كلمات القران، فدي تكون وسيله جيده لان يعيشوا كلمات القران. ان على طول ازف انت عارفين ازفان، ما قلت لكم ازفت الازفه انتوا فاهمين معناها. الكبير يقول اه ازفت يعني قربت، خلاص لقطوها منه. كمان اسبوع اقول لهم قولوا لي كلمه في القران بدل قال ازاي، هم نفس الثلاث كلمات، عشان اختبر ان هم عملوهم تاني وهم فهموا معانيهم حاجه جديده معايا يا اخواني. فالكلمات اللي هناخدها ان شاء الله في تدريب القران نعملها كده. وسبب تاني عايزين بقى الايه دي نعرف الصحابه اللي نزلت فيه، وسيبها لهم ويمشي، هيفتحوا تفسير الجلالين وتحتيه اسباب النزول والسقوط ويقعدوا يقلبوا. لو انا قعدت من هنا للاسبوع الجاي اقول لهم اقراوا يا جماعه يا اولاد اسباب النزول وخدوا تفسير الجلالين هينفعكم، ولا يسمعوا الكلام. لكن قول الصحابي نزل فيه كذا واللي مصروفه ربع جنيه هيبقى نص جنيه، واللي نص 75 لو جابه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ والله المستعان، والله المستعان. يا محدود الكلام ده ويجيله على قلبه عشان ما يحسش انه بيركن للاسباب ويرجع. ما شفناش عين لا. خايفين من الركون الى النفس، من الركون الى النفس. واحد يركن نفسه اه ده تصدق ممكن نجيبها، تجيبها مش هتيجي الا بالاستعانه به سبحانه وتعالى. نسال الله ان يصلح ابناءنا وابناءكم وابناء المسلمين.